حتى اليوم عرفت بلي هذه تعيا قمري يا قمري ودي سلامي. والله ما كان على بالي بلي هي هذه اطول غنيه في العالم خويا نيشان الياس 64 البوم دارهم في غنيه رابح درياسه ما يضيعش. اه اباكم لي كليب في العالم جاي يخسروا الدراهم باش يدير الكليب. رابح درياسه بطابي احمر ضرب 48 ولاد. انا شكيت بكري هي اللي كان داير لها جي بي اس كي تلف لك دير رابح درياسه يقول لك راك في غيليزان تنزل تم طابي. صافي دوركم ليك هو كبير رابح درياسه يعني سير انا كوم جاش كرو ارتيست ونبغوه ما نقولش شاف فوق نسبه عليه. هو اللي يطول في الغنيه هذا الشيء باسكو ذكر المناطق الجزائريه كلها كومبلي دارها فوق طابي. والبارح انا كي درناها في 10 دقائق في 5 دقائق قلنا له توقف في عنطايا. كاين اغنيه كاين اغنيه طويله عليها بعد احمد الحراشي. لا 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 كمان ما فيها سولو الاغنيه هذه معليش خلوني نلعب تعرف بكري كان واسمو خلاصي جوشو دايز كاين نوستالجيا كاين هادي وكاين واحد الشونتير جزائري منه اكتشفوا لي مانكا شاب مامي في غنية تاع الازرق عيني ويا حبيبي ودي عنواني تما اكتشفوا اول مانكا في العالم شاب مامي طبعا الياس صافي راكم دايرين قاعده تحقهاوي خويا هذا راكم رايحين في قهوه وحده بيان سيري من فضلك اخويا انا ما خدمش اللي يجي ما وصيتني والو اليوم يقول ما وصيتني والو لا اليوم ما وصيتكش شو راني كي نشوف فيكم ولا راني سخير في قهوه شوف الشيخ كي تشوف فيه ولا جاي ستيل تاع هذاك جا عنده قهوه وجاي مغصص لي سيرف مسح الطابله مسح مسح الطابله طابله قا خاوي يقول روح شوفهم شي يشربوا هذوك روح ولا سامير كي تشوفي سامير عنده ستيل تاع هذوك لي لي جيبو براس هما ربعه تاعنا جيبو براس يريحوها بها كاع النهار ويكتلوا الناس بالزوم اللي طالع اللي مهود ويجي كي تفرجوا كلاسيكو يجيب قهوه كاع النهار وحاط براس على كلاسيكو يتفرج يقول لك انا كوني ساعفني زيداني خرج بنزيما تاع براس خرج زيداني يدير عليك ولا الياس اللي كنتني انا والله مش عارف على المحبه الهيه انا والياس الياس نمامو بلاصته كاع ماشي هنا نمامو تريح في القهوه تاع باب الحاره تما كاين ناس قدم بالك تلقى فريق الاطرش تما ولا تخدم تاويه ديبا سعاد على بالك طاشت لقيت لي كريتيك على ديك الورده اللي مديتها لك كنت برك تحسب كاع مديت لك ورده كامل على خاطر ورده تحسب كاع عطيتك ورده شالومانتيك هي دي غير ورده هذيك تبع الفانيل هذيك من كينيا ورعدنا طيف شباب اليوم صح احمد كي تشوفها كي تهلك هكا والله لغين نحبك فان تاعك موت عليك خويا شوف كي تشوف احمد هاك جاي ستيل هذاك صاحبك اللي كيدخل القهوه يقول لك ضرب لي الكرسي دوك نجي خويا ضرب على بها على بها خاصني راه مزيفطه قاضب لها الكرسي ليا ايوا هذه الانيقه تاعنا شوف ايمان شغل ولا ايمان ما نهضرش فيها اليوم راني كلمه الحاو يقول لك المحي يخرج في البنات واعرش شوف ايمان والله ما فهمتش هذوك الحي اللي حطيتيها انا فيها الحمزه دوختني هذيك شاف فيها الداخل على بالك جيت ناكل مرصود عليها مخرج لي خيط غادي نخيطينها ولا اش دايرين لها هذيك مع صابرينا ديجا كي حكينا على الماكله حنا اللي جا بكري مي كانوا القهاوي ولي ريستور وما كان عندنا باش تلاهو الدبز مع سيرفر يطول عليك خويا مازال ما تجيب لي ماكلتي ما عندناش باش نتلاهو صح وحنا الشبيبه كاع العام ناكلوا برا باسكو حنا في الفطر نورمال شبي تاكل في داركم غير في رمضان اللي ناكلوا غايه انا دول ايام تما في رمضان حطت لي برقوق الحريره الزيتون البوراك لي سطوما تاعي حسبت قرانا في عرس حسبنا قرانا معرسين اباكم الخور تاعي وحده قاعد يرقص الشيخ وحده قاعد يرقص حسب قرانا في عرس انا صغير راني مريض كي روحت نفوت الراديو خرج لي فيه الزغاريط خويا الزغاريط نورمالي زغارتو حنا في دارنا ديجا الشيخ حنا في دارنا عندنا غير فريجيدان كي تحله تلقى غير الماء وكاين زوج صوالح تيتي للفريجيدان تاعنا كاين نص حبه تاع قارص اش 24 في القنت سيدي خويا هذيك اش كاع الفريجيدان تاع الجزائريين فيهم نص حبه تاع قارص 3 وهي الفوق تاع الدبال كاع والحاجه قال لي تهبني في الكونجيلاتور الفوق الفم تاع جداتي كل يوم دايره تاعي بريد تما على هذه اللي عباكم احنا في دارنا ناكلوا العدس بزاف ديجا جماع العدس فيه الحديد تما الحديد يقعد ياكل في الحديد انا ترمو ناكل العدس بزاف كي طيح الشتاء ما نخرج هشام خويا نخاف لا نتصدى بريد علينا عشان تصدي ولا خطره كثرت العدس طحت مريض كحنا كي نروحوا دير تعيارات تاع الدم يخرجوا لك لي بلاك غوج ولا لي بلاك بلون هذوك انا خرجوا لي بلاك دو فران خويا الحديد قاعد ياكل في بعضها انا ديسيديت كرات ملي قلت انا باش ناكل غايه وكاع اللي نروح نخدم في ريستورون وما يوكلوني شويه نهار الاول اللي دخلت نخدم جاو عندي واحدين كوبل هذوك اللي جاي يقتلها بالكلب
جاوا ريحوا دوموندو فريت اومليت بالبيض بيناتهم، ضربوا سبع سوايع هما ياكلوا في ذاك الفريت. السيد خطبها تم وتزوج بها تم، كي ناضوا قالت لي خويا ما عندكش كيردون، قلت لها فريت بيضك العيب كيف كيفاش تقع على والديه. قالت لي قلت لها روحي غسلي، راه الشيخ ضربت لي زوج قرع تاع جافيل كملتهم. كي جا عندي السيد قال لي خويا شحال جاتك؟ قلت له خويا جاتني 150000. قال لي تاع 150000؟ قلت له خويا راني حاسب لك جافيل معادي، راه ضيعت لي زوج قرع تاع جافيل. قال لي ديك العبسه تاعنا تاع الجزائري انت قادي دير لي هاك عاود دير هاك. والله ما على بالك ساعه خرجي دوك نجي. كي خرج قال لي خويا والله ما راني رابط. قال لي لا باين نعطيك لاكارت ناسيونال. تا خويا راك حاسبني فيديو تاعك باين هذه قديمه تاع فيديو تاعك تكري سيدي بلي طغى لي الشيخ. من بعد سيدي قلت والله نروح نخدم في قهوه. في القهاوي تشوف صوالح بيزار. انا النهار الاول جا عندي واحد قال لي خويا الحم شوبي، قال لي طنيقه كاينه قهوه طالعه. قلت له والله لا دوماج، قلت له كانت عندي وحده وهو تقرا دروب شويه بكري تلحق عليها. ولا هذوك اللي يدخل منيرفي يقول لي خويا عندك اتاي كبير؟ قلت اخويا راني نبيع فيه بلاش انا، انا عندي قطع 12 عام هنا ما عنديش. انا جماعه ما نطولش عليكم، كاميرا يقرع فيا في القهوه بيرو يعشي ضاربني ولا. السلام عليكم.